يختتم المنتخب الوطني الأول في 8 مساء غد الخميس استعداداته لضربة البداية في أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر الجمعة بمواجهة مرتقبة بين مصر وزيمبابوي في 10 مساء. يتدرب الفراعنة على ملعب الكلية الحربية ويقود المدرب المكسيكي خافير أجيري الميران الذي سيشارك فيه جميع لاعب المنتخب. يعقبه محاضرة فنية هامة يتحدث خلالها المدير الفني عن عدة أمور تخص لقاء الجمعة الذي يتطلع فيه المنتخب المصري لتحقيق فوز يكون بمثابة إنذار شديد اللهجة للمنافسين. يؤكد من خلاله الفراعنة أنهم عازمون على استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن دولاب بطولات منتخب مصر منذ 9 أعوام وتحديدا منذ عام 2010 بأنغولا. من المقرر أن يقوم الجهاز الفني بتنفيذ عدة جمل تكتيكية خلال ميرانه الأخير من أجل تنفيذها في مباراة الجمعة الهامة التي يرى أجيري أنها ستكون هامة وقوية، خاصة بعدما شاهد الجهاز الفني للفراعنة أكثر من مباراة للمنافس زيمبابوي وعرفوا منها أن الخصم يتميز بالسرعة ونقل الكرة بشكل سريع خاصة من الأطراف، وهو ما يعني أن اللقاء سيشهد الكثير من الكرات العرضية التي يجب أن يتعامل معها لاعب المنتخب بشكل جيد حتى لا تهتز شباك مرمى الفريق القومي. يحاول الجهاز الفني للمنتخب علاج الأخطاء التي ظهرت في أداء منتخبنا الأول في وديتي تنزانيا وغينيا اللتين انتهتا بفوز الفراعنة بهدف نظيف و3 أهداف لهدف على التوالي. أجيري تحدث مع لاعبيه عن أهم الأخطاء التي كشفتها وديتي تنزانيا وغينيا، تتمثل في التمركز الخاطئ لبعض اللاعبين وإهدار الفرص أمام المرمى بجانب البطء في نقل الهجمة. المدير الفني يتحدث عقب ميران الليلة عن دور كل لاعب في لقاء الغد الهام، لا سيما وأن هناك أدوارا مؤثرة لبعض لاعبي خط الوسط المتمثلة في التصويب من خارج منطقة الجزاء. ورغم السرية التي يفرضها جيري على الخطط الفنية التي يقوم بتنفيذها حاليا في التدريبات، إلا أن الشواهد تؤكد أن المدرب المكسيكي سيعتمد على محمد صلاح في تشكيل الخطورة الحقيقية على الضيوف كما حدث في مباراة غينيا الودية بعدما نجح مو صلاح في صناعة 2 لمنتخبنا، حسم بهما الفوز لصالح الفراعنة 3 أهداف لهدف. كما أن المدير الفني أكد للاعبيه على ضرورة التأمين الدفاعي الجيد وكذلك نقل الكرة من لمسة واحدة للتغلب على سرعة لاعبي زيمبابوي. ووفقا للمعلومات الواردة من جهاز المنتخب فإن التشكيل المتوقع سيضم كلا من محمد الشناوي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، طارق حامد، محمد النني، محمود حسن تريزيجي، عبد الله سعيد، محمد صلاح ومروان محسن.